نحن متعودين نشوف زعماء أو مسؤولين أوروبيين رايحين على الشغل بالبسكليت، بس الأسبوع الماضي شفنا خبر غير مألوف. هو رئيس بلدية تركية بيشتغل دوامين، دوام لرعاية شؤون الأغنام ودوام لرعاية شؤون البشر. فتعوا نقارن الراعي التركي مع سيادة الذئب السوري. يقال بالتفسيرات إنه رعاية الغنم بتعلم الحنية والصبر والرحمة والتواضع، وبتساعد على التأمل والاسترخاء. ما في غير الراعي والأغنام والطبيعة والسماء والأرض. وخلينا نكون عادلين ونقول إنه في محاولات طارئة من نظام التعذيب حتى الموت للظهور بمظهر التواضع والبساطة مثل مسؤولي أوروبا. قبل سنتين شفنا رئيس حكومة النظام السابق وائل الحلقي راكب باص مثل أي مواطن، وشفنا حافظ بشار الأسد بفيديو عفوي كتير بيطالع إخراج قيد من غير رشوة أو واسطة، والموظفين عم يحاولوا إفساد أخلاقه الرفيعة، وشفنا الرئيس ذات نفسه ببداية الثورة بيداوي المظاهرات بخطاب عن التواضع، بعدين شفناه وهو عم يشتري لوح صابون مشان ينظف إيديه من دم الشعب، وآخر شيء بلش عرض الأفلام الفانتازية السياسية، وطلع بمشهد عم يقلد القيصر، الرجل مشي على سجاد أحمر طويل أطول من نهر الدم السوري مشان يقنعنا إنه انتصر على شعبه. تعالوا نتذكر إنه الصحافة قالت إنه واحد من أسباب سخط النظام على وزير التخطيط السابق عصام الزعيم هو انه كان يتعامل مع الناس ببساطة ويروح على دوامه بسيارة عادية. ببلادنا صارت كلمة راعي الغنم شتيمة، لانه هيك عمل ما بده تأهيل غير الصبر والرحمة واليقظة. هي صاحبنا رئيس البلدية بيرعى الغنم، وهيك كان فطوره الصباحي، وبعد بساعات بيكون ورا مكتبه كمسؤول حكومي. على الاغلب انه مسؤولين النظام معظمهم ما بينفعوا يكونوا لا امير للناس ولا للحمير. لو كان صاحبنا رئيس البلدية التركي مسؤول سوري لتمت محاكمته وانحبس بتهمة إضعاف الشعور القومي ووهن عزيمة الأمة.